وفي سياق آخر، عفوا، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وزراء الشباب والرياضة العرب بحضور خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب. وأكد الرئيس على أهمية صياغة استراتيجية عربية لاستثمار طاقات الشباب العربي في مختلف المجالات على أن يتم تحصين عقولهم ضد الفكر المتطرف. وطالب الرئيس بتبادل الزيارات بين الوفود الشبابية من مختلف الدول العربية بشكل منتظم لتعميق أواصر العلاقات عن طريق الشباب الذين يمثلون أغلبية شعوب الدول العربية. دكتور رشا، برجع لك مرة أخرى، عندما نتحدث عن الشباب إذا نتحدث تقريبا عن أكثر من نصف المجتمع، ما رأيك في هذا المقترح الرئاسي باستراتيجية تحصين عقول الشباب ضد الأفكار المتطرفة وضد أيضا من يحاولون استقطاب هؤلاء الشباب؟ أنا هرجع بس للكلمة الأساسية في الموضوع، مقترح رئاسي. إذن هو دائما مقترح رئاسي. الحقيقة الرئيس السيسي شايف أهمية تواجد الشباب في المرحلة القادمة والمرحلة الحالية، ده تواجد مهم جدا، بدليل مؤتمرات الشباب اللي بتتعمل كل يوم، اللي هيتعمل منها أعتقد بعد بكرة في مؤتمر شباب هيتعمل، واللي منتدى شباب العالم اللي اتعمل في شرم الشيخ. دايما كانت رسالة، يعني الحقيقة أنا حضرته، كانت الرسالة دائما وأبدا موجهة لكل الشباب، إن يا جماعة التطرف، الإرهاب، إزاي نقدر نحارب الإرهاب. كان في نماذج اتكلمت، الحقيقة من نماذج ثقافية اتكلمت عن الثقافة، ونماذج من الأثار، يعني علماء أثار اتكلموا عن من بكل الطرق وبكل الوسائل إزاي نقدر نخلي الشباب نبعدهم عن براثن التطرف. التطرف الحقيقة فاتورته باهظة جدا في كل دول العالم، ليست فقط فاتورة يعني بشرية بسقوط ضحايا، ولكن أيضا فاتورة مالية أو فاتورة يعني مالية قوية جدا بتدفعها الدول نتيجة التسليح ونتيجة ما يهدمه يعني ما يقوم به الإرهاب من دمار، ترجع الدول دي ترجع تصلحه تاني وتبنيه من جديد. فده طبعا فاتورة مالية باهظة جدا. تسليح الشباب، الشباب هم النهاردة وبكرة وبعده، الشباب هم مستقبل الدول كلها. ان احنا ندخل في عقول الشباب دول من هم صغيرين ونحاول نغير فكرة التطرف يعني العصف الذهني، ده مهم جدا بين شباب العالم كله، بين شباب مصر وافريقيا، وده اللي كان موجود في منتدى الشباب. النهارده الجماعات الارهابيه بتدخل في دماغ الشباب من وهو شاب صغير في ثانوي مش فاهم وما عندوش هويه، ويبتدي يكذبه بالمال ويكذبه بالافكار الفاسده والافكار الفاشله. النهارده دور الدوله ودور الدول كلها الحقيقه، وهو ده اللي الرئيس دايما يقوله في كل المنتديات وفي كل المؤتمرات، يا جماعه ان شباب الدول العربيه كلها هو ده النهارده اللي قادر يخلي فيه شرق اوسط بكره اقوى وشرق اوسط افضل. فان احنا نعرف نوصل لهم، نوصل لهم الرساله ان احنا نبدا من التعليم ونبدا من البيت ونبدا من الفكر، يعني تغيير الخطاب الديني الحقيقه الهزيل اللي طول الوقت بنقول احنا نغيره وما نغيروش. الثقافه اللي ما عادتش يمكن موجوده بالشكل القوي جدا، ودورها في ان احنا احتل انت عقل الشباب قبل ما تدخل داعش تحتله بالاسلحه وبالمال. يعني